مرحبا وبيك يا عايش. بس خويا الله يحمد لله عايش. نحكي معاك موضوع الاعمال الحره، الخدمه على الحساب الخاص، كل كسوة تكون عندك صنعه ولا تمشي تبيع حكايه، اليوم مازلت تنجم تلقى فرصه معاه؟ تبدا عندك صنعه خير، معناها تحاول باش تواجه انت الوقت وتواجه انت في كل شيء، فهمتني؟ الصنعه ديما ما خير، اما الشباب تو الصنعه ما عادش يحبوا يخدموها، ما عادش يرضاو كما قبل. قبل كانوا فهمتني يرضاو بالقليل، تو يقول لك اعطيني 30 40 دينار نهاري، فهمتني؟ وما يداوموش، يخدم شهر شهرين ويبطل. علاش اليوم شباب ما يقبلش اي خدمه؟ ما عندوش الصبر، ما نجمش يصبر وما نجمش فهمتني برشا حاجات، فهمتني؟ يحب فيسا فيسا يتعلم منا، ياخذ فلوس منا، فهمتني؟ ما يصبرش، فهمتني؟ نسبة كبيرة فيهم الأغلبية كي تسألوا يخمم في الحرقة. نجار ميكانيسيان، فهمتني؟ تو نحن مشكلتنا خدامة، فهمتني؟ ما عادش نقاو يد العام، فهمتني؟ ما عادش نقاو، فهمتني؟ يخدم معاك نهار نهارين و ما يصدقوكش كي تقول مشكلتنا يد العام. ولادي ما يحبوش يتبعوا دومين، يخدم نهار نهارين ما يخدمش معاك. يقول لك متعب وما فيش برشا فلوس. لا والله تتعب تو، أما تلقى من بعد، فهمتني؟ نحن اخي ما تعبناش قبل، انا خدمت الجمعه ب 3000 فرنك. عام قداش؟ هذا عام 84 و5، وبالرغم كنت نخدم في الوتله قبل، كنت في الوتله وناخذ ب 130000، عرست منهم وكونت منهم، فهمتني؟ انا كي عرست عرست ب 3 ملايين. 3 ملايين كيف تكون؟ كل بالمبل وعندي المدام اللي يرحم والديها معاونتني. المرأة كي تكون تعرف تتصرف. صالحة يرحم والديها، فهمتني؟ انا ميزة المرأة التونسية راه الأغلبية في نساء تونس يعرفوا يتصرفوا، فرانكين يمدهم لها راجلها. دار تنجم من الدار تعمل برشا حكايات، فهمتني؟ مش كيما المرأة اللي تخدم. أنا عندي المدام في الدار الحمد لله، تو عندي 25 سنة معرس و يا رب ولي الحمد، عندي 3 أولاد الحمد لله. الأولاد يقراوا في تونس؟ واحد يقرا مازالوا له عامين على الباك، فهمتني؟ وواحد يخدم، فهمتني؟ واحد يعيش البر. شو نقول لك انا؟ اليوم استثمار انك اولادك توصلهم وتقريهم شفت الاولاد كاينك عندك 3 ملايين. كل واحد فهمتي شفت المليون، فهمتي؟ كاينك عندك 3 ملايين وفهمتي وفهمتي وتستثمر فيهم. فهمتي؟ الاولاد فهمتي كل فلوس. ولا تخير هذا على هذا. ما يقولوا لكش بابا القرايه يفك علينا منها. تو اللي يقرا هذا يحبوا القرايه. ثلاثة الأولاد يحبوا القراية، نقول له تقرا فهمتي توصل بقرايتك توصلك، فهمتني؟ والصنعة زادة توصل زادة، الصنعة زادة تصبر عليها، فهمتي أختي؟ تو كي تركب شوفو ولا تركب كوماتيزاسيون ولا تركب حاجة في نص ساعة أربع ساعة تصور 50 100 ألف، فهمتي؟ كي تبدا خدمتك نظيفة وعندك المصداقية تبدا أمورك واضحة. تجيك جلوبالمون في الجمعة ثلاثة أربعة خدم خمسة خدم؟ يجيني ساسي ما شاء الله، يجيني في النهار ثلاثة خدم مرة بخدم، يلزم جاريهم ثلاثة خدم مرة بخدم. يلزم فهمتي. نقولك شي لكن هذاك هو خاطر تجيك أيامات ما تخدم حتى خدمة. أنا الحمد لله معناها عندي القبول مع كليوناتي، أما يلزمك تجيري الخدمة تاعك وتكون مصداقية مع الحرفية تاعك. فهمتني؟ ثقة. يلزم ثقة حاجة كبيرة، هي أول حاجة في الخدمة. الثقة فهمتي والمصداقية والكلمة. تقولوا 10 على 10. فهمتني؟ فما برشا حاجات باش تقعد أنت ديما تخدم، فهمتني؟ قداش عندك في الاختصاص هذا خمس سنوات؟ عندي قربت 35 سنة تو. 35؟ عام عادي 15 سنة كنت في رونتال بالاس وخدمت في الحمامات، خدمت في الجرب، خدمت في توزر، نعم مونتونس تاع الوتلة. في المونتونس تاع الوتلة ومازلت صغير أنت. لو كان ومازلت تو صغير معناها كنت 55 معناها حتى تقاعد مازلت ما كان بقيت لتو كنت تكون ماديا اخير. لا صعيب ياسر. تكون اقل. كي تخدم فيديو حر وحدك خير. فما صناعي هكا انك تخدم حر وحدك خير، انك تخدم شهريه وحدك. تعمل كليونات عندك الحمد لله، فهمتني؟ تعمل اما الشهريه وواحد ويربطوك بالوقت ويربطوك برشا حاجات تلقى روحك ما حتى تو مليون ونص ما يعملك شيء في تونس. فهمتني؟ خارج تونس عاصمة؟ أنا نخدم بارتو، نخدم في تونس، أنا نخدم معناها كل نهار ورزقه بالتليفون.
كل نهار. شو نقول لك انا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي مهم برشا في خدمتكم، انك تتعرف بروحك وتهبط. عندي كليونيتي نخدم بهم فهمتي، يعاونوك برشا حتى كنت تخدم وسائل الاجتماعي. ما كليون باساجي ولا حاجه ما نعرفوش نبدا خايف منه، فهمت؟ في قلبك بالطبيعه يحط فلوسك مو بالطبيعه ما يحطش الفلوس قبل، وين يعرفك انت؟ هو يبدا خايف، هو يبدا خايف منك وانت تبدا خايفه منه، فهمني؟ تبدا زوز خايفين من بعض، مش كيما كليون قديم عندك يبدا. تو شنو السيرفيس اللي تعملها انت؟ تركب شوفاه شنو تعمل؟ انا نعمل بلومبيري سانيتير شوفاه سنترال، حاجات اللي ديما مستحق الحاله العائله التونسيه. ونعمل ديباناجيات، ديباناجيات ديباناجيات عندي تبديل سانيتير، تبديل كلماتيزاسيون، تبديل شوفوات، انستالاسيون غاز ديفيل. انا والرزق اللي يجيني. وتو المشكله نتاع شوفاج وتركيب شوفاج، البعض يقول لك تركيبه اغلى من شاريينه، سيرتو كي تلقى كعب اوكازيون. شاريينه اغلى. قداش تركيبه؟ تركيبه انت من 70 ل 100، كل واحد وكيفاش، كل واحد والطريفه نتاعو. كل واحد يستهلك وقت. يستهلك انا والكليون، انا والدار، انا فهمتي وبرشا حكايات. انت والدار شفت محلاها؟ يعني انت تخزر الهيئه نتاع الدار وبعدك تحدد المبلغ نتاعك. ساعة تلقى زاد الدار مليكيتها خفيفه، ساعة تلقى كليون مليكيتها خفيفه، ساعة تلقى كليون كل ما يعاود لك 10 مرات، ساعة كليون يعمل لك ستريس في راسك، ساعة كليون تلقاه خفيف فهمتي؟ تلقاه مش انت مش تخلص بكلام، مش تخلص بالفلوس. يعني فما شكون يقول لي انا نخزر الهيئه نتاع الدار اللي انا موجود فيها وابارتير دي سان نقترح المبلغ. المنزة والمنار كيما نخدم في الجياره ولا نخدم في الزهروني ولا كل كليون ثم كليون فهمتي هو يعطيك ساعة يعطيك أكثر من حقك فهمت، يفرح بيك ساعة ساعة. تو كيما نخدم في الحمامات كيما نخدم في تونس العاصمة ثم معناها كليونات فهمتي. تو أنت ركبت كليونات، أنت ركبت وروحت طلبوك في التليفون وقالوا لك فيها مشكلة ما مشاش، ترجع تعاود تاخذ فلوس عليهم؟ لا ما ناخذش، هذاك كيما طبيب سيرفيس فهمتي، تقعد فيزيت محلول. شكون يبدا يتبهل؟ سامحني في الكلمه، سامحوني الساده المشاهدين، يحب يزيد ياخذ فلوس، هو ما ركحش لاموركم. ما تعرفش كليون انا يلزم ربي، يلزم نهار المره الجايه خليق وتربيه وتفضل ومرحبا والسلام عليكم، هذوما تعلمتهم عند عارفي اللي علمني فهمني. عارفك اللي علمك مازلت قابله اليوم؟ عارفك كبر في العمر تو ما عادش، اما هو يرحم ولدي علمني برشا حاجات. صحيح. علمني برشا حاجات نقف عليك فهمتي. كليون يطلبكش كليون بتاعك نص الليل تمشي تمشي له. باش يبدا يتعامل معك ما يبداش يتعامل مع واحد اخر. صحيح. باش كذاك. هذه قالهم لك. قالهم لي ويجي بنتي تعمل مصداقيه فهمت. مش ديما يطلبك في وقت مش باهي، اما كي يطلبك لازم. قلت لك اليوم انا كليون طلبني 6 نتاع الصبيح فهمتي، ترشقت له جعبه نتاع قاص. مشيت بنتي صلحته، خرجت في 6، يراها معزه كبيره هذيك. فعود تقول له انت 50، يقول لك يمد لك وحده. المهم. صحيح. انا كليون نهارين مدي 100,000، خذيته بخاطر ومشيت له على الصبيح. فهمتي. ثم اخذ بالخاطر برشا، ثم برشا حاجات في الصنعه يلزم فيها برشا حاجات. شكرا. فهمت. يرحم والدينا ولديك عايش خويا.